هل ده درجة حرارتك 37؟ جمعتك علاقة مع الراقصة جوهرة، ولما الموضوع انتشر طلعت قلت ده شغل. لا، علاقتي بيها شغل فعلا. شغل بقى الضحكة، الضحكة والابتسامة وباينة. أنا دايما ببتسم، ما بحبش أكشر. لا، بس الابتسامة دي فيها تفكير وفيها كسوف وفيها حب باين على فكرة. لا، دي مشاعر باينة جوه الضحكة يعني. لا، علاقتي جوهرة شغل. ليه كلكم بتحبوا جوهرة؟ ليه كلنا بتحبوا جوهرة؟ كل واحد حب جه هنا قال أنا بحب جوهرة. شاكوش بيعشقها، بيحب يكدني. وعبد الباسط حمودة بيعشقها. يمكن هي جوهرة لو انت شفتها الحقيقة يعني هي خفيفة جدا. خفيفة جدا، وبتلعبكم كلكم، ودمها خفيف، وبترقص بطريقة جديدة كده، وبتنجح شغلنا جدا لما بترقص عليه. فممكن يكون الكل ميال لها شوية. ميال بس اني ميلة بقى. لا انا شغل. كلكم هتقولوا شغل والله. يعني مش ممكن يعني، باين على عينيك وبص على ضحكتك. لا والله العظيم شغل، بس وما تحمستش في الرد. ما اندفعتش زي ما بتندفع في اي حاجه. لا بندفع لما حاجه كنت تسئلي. طيب بس السؤال